بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم في دورة طاقة الرياح الويند انرجي، وهي الدورة الثانية في سلسلة موضوعات الطاقة المتجددة المطروحة على موقع إليتوريال. يقدم لكم هذه الدورة معاذ أبو طعمة. طبعا الملاحظة اللي بحب دائما أن أذكر فيها أنه يمكنك متابعة كل شيء جديد بينزل على موقع إليتوريال عن طريق صفحة الأرب نيردز المرتبطة مباشرة بموقع إليتوريال، أو عن طريق صفحتي على الفيسبوك اللي أنا حاط لك الرابط تبعها أسفل الفيديو، واللي أنت من خلالها بإمكانك تتابع كل شيء جديد بنزله أنا على موقع إليتوريال بخصوص دورة طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو دورة الآلات الكهربائية أو أي محاضرات متنوعة. طبعا ان شاء الله في هذه الجزئية هنستكمل يعني نفس الموضوع اللي احنا بدأنا فيه في الجزئية السابقة، واللي كنا نتحدث فيه على انه انا بما انه عندي الويند توربين لازم اني اشغله عند سرعة معينة، تمام، اللي هي الكات ان، ولازم اني اطفيه عند سرعة برضو معينة اللي هي الكات اوت سبيد. هون عندي الكات ان وهي السرعة اللي بده يبلش عندها التوربين، تمام، وعندي ريتد سبيد اللي هي بعدها بتثبت عندي الباور المولدة من خلال التوربين الهوائي، لانه عندي انا هون الباور وعندي هون الفيلوسيتي. الان الفكرة انا عندي 8760 ساعة خلال السنة، طيب بما انه انا عندي 8760 ساعة خلال السنة، اذا يحتم علي الموضوع اني انا اجري حسابات قبل ما اني اقوم بعملية التصميم للتوربين الهوائي، وهي يعني الحسابات بتعطيني فكرة على انه مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء منظومة التوربين الهوائي في المنطقة اكس اللي انا بدي اسوي فيها مزرعة التوربينات الهوائية. لانه على سبيل المثال اذا كانت السرعه الكت ان سبيد مثلا زي ما حكينا 3 متر لكل سكند، واغلب سنوات او اغلب ساعات السنه السرعه فيها ضمن هذا الرينج واقل من ذلك، فاذا الموضوع غير مجدي اقتصاديا. واذا كانت ايضا على سبيل المثال الكت اوت سبيد هي 25 متر لكل سكند، يعني هي الان اذا وصلت سرعه الرياح 25 متر في الثانيه راح يضطرني ذلك لإيقاف التوربين الهوائي، وكانت هذه أو عدد هذه الساعات اللي بده يصير فيها هذه السرعة كبير جدا، فأيضا هذا بالنسبة إلي غير مجدي وبيؤدي إلى أنه الإنتاجية الاقتصادية لمنظومة التوربين الهوائي قليلة جدا. فلذلك إحنا الآن بدنا نستكمل نفس الموضوع هذا ويعني نتعمق في مناقشته. فالان بدنا ناخذ شيء بسموه الويند سبيد كوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن، بحيث انه انا بدي اشوف البروبابيليتي يعني احتماليه انه تكون سرعه الرياح اقل من سرعه معينه خلال السنه او اعلى من سرعه معينه خلال السنه، لانه احنا لما اخذنا الويبل والرايلي distribution او statistics في الجزئية السابقة عرفنا انه احنا استطعنا ان نطلع البي افريج، طبعا وهذا اخر قانون احنا توصلنا اله، يساوي نص رو في اي في 6 على باي في في افريج الكل تكعيب، وكانت هذا يعني الفانكشن او هذه العلاقة النهائية اللي احنا توصلنا اليها ساعدتنا كثير في حل او اخراج قيمة الافريج باور. الآن خلينا نشوف بس مع بعضنا البعض شو الأثر اللي في داخل التوربين أو مميزات التوربين اللي ممكن تأثر لي على موضوع السرعة، لأنه إحنا حكينا عنا كت إن سبيد وكت أوت سبيد. كت إن بده يبلش التوربين عندها بالحركة، والكت أوت بدي أوقف عندها التوربين، وعندي الريتد. الآن زيادة قطر الروتر، تمام، اللي موجود عندي، او بمعنى اخر زيادة طول البليد الواحدة، سيؤدي لي الى نقصان الريتد سبيد. يعني الان الريتد سبيد لتوربين هوائي قطره اكبر من توربين هوائي اخر راح تكون اقل. فمثلا لو كان هذا التوربين قطره 45 متر، تمام، والتوربين الاخر قطره 60، راح نجد انه الريتد سبيد لا
التوربين اللي قطره 60 متر أقل من الريتد سبيد للي قطره 45 متر. هذا بالنسبة للسرعة. الآن بالنسبة للباور، كلما أنا زدت الكباسيتي تبعت الجنريتر أو قدرة الجنريتر اللي أنا بدي أحطه، تمام، فبذلك بتكون إنتاجية الباور أكبر عن نفس الريتد سبيد. كل ما كبر حجم الجنريتر كقدرة توليدية، تمام، فأنا بستطيع أني أولد قدرة أكبر عن نفس الريتد سبيد اللي موجودة عندي. طيب الآن زي ما حكينا، القضية المحورية اللي بدها تصير عندي أنه أنا قبل ما أبلش بدي أعمل تصميم أو ديزاين لمنظومة التوربين الهوائي، لازم أني أشوف هل من المجدي اقتصاديا أو هل من المجدي يعني إلي أني أصمم هاي المنظومة أو لا. فإذا لم تكن مجدية اقتصاديا، ففي النهاية ربما أنك أنت راح تغض النظر عن تصميم هذا التوربين. خلينا الآن نبلش مع بعضنا البعض ونحاول نستوعب الفكرة. الآن أول إشي، طبعا هذا الكير راح يرافقنا كثير، هاي الريتد وهاي الكت آوت وهاي الكت إن، تمام. الآن احتمالية البروبابيليتي، تمام، تبعت أن تكون السرعة اللي أنا بدي إياها أقل من سرعة معينة، تمام، ايش تساوي عندي؟ تساوي تكامل من صفر للسرعة اللي انا بدي اياها اللي هي الفي كابيتال هاي، تمام، لا اقتران الاحتمالية دي في، تمام، يعني تكامل من صفر للسرعة اللي انا بدي اياها لا اقتران الاحتمالية، وهاي تساوي اف اوف في. طيب ايش يعني هذا الحكي؟ يعني على سبيل المثال، لما حكينا احنا انه 3 متر لكل سكند عندي السرعة هون، فانا لما بدي اجي احسب قديش احتمالية عدد الساعات اللي راح تكون فيها سرعة الرياح اقل من 3 متر لكل سكند، يعني راح يكون فيها التوربين الهوائي واقف او غير قادر الرياح على تحريكه، راح تكون اللي هي 8760 اللي هو عدد ساعات السنة مضروبة بتكامل من صفر إلى V، تمام، ل F of V dV، تمام. الآن طبعا احنا منطقيا بنعرف انه احتمالية انه تكون السرعة، تمام، السرعة اللي موجودة عندي أقل من الصفر، يعني السرعة اللي أنا بدي إياها أقل من صفر، فهذا الاحتمال صفر، يعني مستحيل أنه تكون السرعة أقل من صفر، ما في عندي سرعة في السالب، يعني يا ما في سرعة يا في كمية للسرعة أو مقدار للسرعة. واحتمالية أنه تكون السرعة عندي أقل من ما لا نهاية فهذا يساوي واحد، تمام، يعني الآن إلا ما ألاقي أنه في عندي سرعة أنا للرياح، تمام، لأنها من صفر إلى ما لا نهاية. الآن خلينا نشوف مع بعضنا البعض كيف أنا بدي أستطيع أطلع فانكشن معين أستطيع من خلاله أني أحسب احتمالية وجود سرعة الرياح أسفل مقدار معين من السرعة، تمام، وأعلى مقدار معين من السرعة. خلينا نشوف مع بعضنا البعض. الآن في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن الويبل فانكشن، حكينا أنه اقتران الاحتمالية كان يساوي عندي K على C في V على C قوة K ماينس واحد، تمام، مضروب في E قوة ماينس V على C قوة K. الآن بما أني أنا بدي أطلع احتمالية البروبابيليتي، طبعا هي مش باور، بروبابيليتي يعني احتمالية أنه تكون السرعة اللي أنا بدي إياها أقل من سرعة معينة، تمام، فهذا يساوي زي ما حكينا هو تكامل من صفر إلى V لا اقتران الاحتمالية، يعني الاقتران هذا اللي موجود عندي هون اللي هو ل K divided by C في V على C قوة K minus 1 في E قوة minus V على C الكل قوة K D في.
الآن أنا بدي أقوم بحل الفانكشن اللي موجود في أمامي بحيث أني أستطيع أني أتوصل للعلاقة اللي أنا بدي إياها. الآن بكل بساطة لو جينا إحنا فرضنا أنه X تساوي V على C الكل قوى K، تمام؟ أنا فرضت أنه القيمة X بتساوي V على C الكل قوى K. من هنا X قوى 1 على K، تمام؟ X قوى 1 على K شو تساوي؟ V على C. يعني من هنا رح أكتشف أنه V شو تساوي؟ تساوي C مضروبة في X قوى 1 على K. الآن لو قمت أنا باشتقاق الجزئين، يعني dv تساوي c على k في x قوى 1 على k ماينس 1 dx، يعني اشتقيت أنا الجزء الأول والجزء الثاني أو طرفي المعادلة اشتقيتهم على يمين المساواة ويسار المساواة، فكانت dv شو تساوي؟ c على k في x قوى 1 على k ماينس 1 dx. طيب الآن هذا إيش يساوي أيضا؟ يساوي C على K، تمام؟ في X قوة 1 على K ماينس K، يعني قوة 1 ماينس K على K، يعني ضربت الـ K أنا هون، تمام؟ وحطيتهم على المقام. الآن بكل بساطة أنا بدي أرجع إذن إحنا وصلنا إلى الآن لأنه إحنا فرضنا V تساوي C قوة X C عفوا X قوة 1 على K، ولما اشتقناها وصلنا أنه DV تساوي C على K في X قوة 1 على K ماينس 1 DX، وهذا يساوي C على X في X قوة 1 ناقص K على K، يعني هذا الـ K ضربتها أنا هون، تمام؟ وقسمت على K DX. الآن خلينا بس زي ما حكينا بدنا الآن نعوض هاي النتيجة اللي موجودة عندنا هون، وصلت؟ طيب الآن خلينا نشوف شو إحنا بدنا نسوي. بدي أنقل هذا الفانكشن اللي موجود عندي على سلايد جديد ونحاول إنه إحنا نكمل عليه. إذن البروبابيليتي بأنه تكون السرعة عندي أقل أو تساوي، تمام؟ طبعا هنا أقل أو تساوي، تمام؟ يعني يا أقل من هذه السرعة يا تساويها، تساوي تكامل من صفر إلى V في K على C مضروبة في V على C، تمام؟ الكل قوى K ماينس 1، تمام؟ ومضروبة في E قوى ماينس اللي هو V على C الكل قوى K dV. الآن بكل بساطة احنا فرضنا انه X تساوي V على C الكل قوى K، يعني X قوى 1 على K تساوي V على C، يعني من هنا X قوى 1 على K تساوي V على C. الآن بدي أعوض هذا المقدار هنا، فالبروبابيليتي بأنه تكون السرعة أقل أو تساوي سرعة معينة، تمام؟ راح تساوي تكامل من صفر ل V في K على C، V على C بدي أحط مكانها X قوى 1 على K، تمام؟ الكل قوى K ماينس 1 في E قوى ماينس اللي هو 1، عفوا X قوى 1 على K الكل قوة K. الآن الـ dV بدي أجي أعوض مقدارها، هيو C على K في X قوى 1 ناقص K على K في الـ dx، يعني هنا في C على X C على K، تمام؟ في E قوى 1 ماينس K على K في dx. الآن بكل بساطة هذا الاقتران يساوي من صفر، الآن كله صار بدلالة الـ dx، معناته من صفر لـ X، تمام؟ K قوى C، الآن في X قوى 1 أو K ماينس 1 على K، يعني ضربت الأس اللي برا بالأس اللي في الداخل، تمام؟ في E قوى ماينس X، لأنه الآن لما أضرب الـ K اللي برا بالواحد على K اللي جوا بصير K على K وناتجها 1، مضروبة في C على K في E قوى 1 ماينس K على K dx. الآن خلينا نلاحظ مع بعض، الآن الـ k على c مع c على k بروحي لأنه الضرب ناتج ضربهم 1، والـ x قوى k ناقص 1 على k بتروح مع اللي هو عفوا هنا x، تمام؟
اللي هي موجودة عندي هون، بتروح مع ال x قوى 1 ناقص k على k، هاي مع هاي بتروح. فالآن شو بصفي عندي أنا؟ بصفي عندي من صفر ل x في e قوى minus x dx، تمام؟ وهذا إيش يساوي؟ يساوي minus e قوى ناقص x، تمام؟ من صفر إلى x، وهذا يساوي عندي اللي هو 1 minus e قوى minus x، تمام؟ الآن بكل بساطة بدي أجي أنا مرة ثانية أعوض قيمة ال x، يعني الآن خلينا ننقل على سلايد جديد. حكينا البروبابيليتي لل v إذا كانت أقل أو تساوي سرعة معينة تساوي 1 minus e قوى minus x، تمام؟ الآن إحنا بنعرف إنه x لما فرضناها، إحنا شو فرضناها؟ اللي هو v على c الكل قوى إيش؟ k، تمام؟ فالآن من هون هذا الفانكشن شو راح يساوي؟ 1 minus e قوى minus v على c قوى k. وبعرف أنا من خلال لما إحنا شرحنا في الجزئية السابقة، شرحنا الويبل وشرحنا الرايلي، حكينا إحنا لما جينا نشتق اللي هو الرايلي لما أخذناه على k يساوي 2، طلعنا في النهاية أنه ال v average كانت تساوي جذر الباي على 2 في c، تمام؟ وكانت ال k شو تساوي؟ تساوي 2. فالآن إحنا لو جينا عوضنا هذول المقدارين في الفانكشن اللي عندي هون، هذا راح يساوي 1 minus e قوى minus باي على 4 في v على v average الكل تربيع، تمام؟ يعني 1 ناقص e قوى minus باي على 4 في v على v average الكل تربيع. طبعا هذا الفانكشن إحنا توصلنا له في المحاضرة السابقة. لذلك الآن بكل بساطة استطعت أني أنا أعرف أنه احتمالية وجود السرعة أقل أو تساوي سرعة معينة هو بهذا المقدار. الآن لو جيت أنا أشوفها كديش احتمالية السرعة أنها تكون أكبر أو تساوي سرعة معينة، فرح تساوي 1 ناقص الفانكشن اللي موجود عندي هون، يعني 1 ناقص 1 زائد e قوى minus باي على 4 في v على v average تربيع. طبعا ليش صارت زائد؟ لانه الماينس وزعته، يعني انا المفروض حط يعني هذا الماينس انضرب هون وهون، او بعبارة اخرى احنا المفروض حطينا هيك حطينا الماينس هون، هذا الناتج بصير بلس اي قوى ماينس باي على 4 اللي هي نفس الاشي، بس انا عشان التوضيح في على في افريج الكل تربيع. طيب الآن خلينا نشوف مع بعض سؤال نستطيع من خلاله إحنا أن نستوعب الفكرة اللي إحنا توصلنا لها. الآن السؤال اللي في أمامي بحكي لك أنه أنا عندي توربين هوائي، تمام، قدرته 100 كيلو وات موجودة عندنا، تمام، شو اسمه الدياميتر تبع الروتر 54 متر، تمام؟ فلذلك عندنا هون الرقمين هذول بنلاحظ انه اللي هم 1000 على 54، الاول بدل على الريتد باور والثاني بدل على قطر التوربين الهوائي اللي موجود عندي. بحكي لك هاز اكت ان ويند سبيد مقدارها 4 متر لكل سكند، وحكينا الكت ان سبيد معناها انه التوربين الهوائي لن يتحرك او لن يدور الا اذا وصلت السرعه الرياح الى هذا المقدار. وريتد ويند سبيد اللي بعدها تثبت القدرة زي ما حكينا هون مقدارها 14 متر لكل سكند، تمام، والسرعة اللي أنا لازم أوقف عندها التوربين الهوائي هي 25 متر لكل سكند. طبعا هذا إن شاء الله بس إحنا نيجي لمحاضرة الداتا شيت كل هذا الأمور رح نشوفها ونستوعبها يعني ونطلعها من خلال الداتا شيت تبعت الويند توربين. بحكي لك if this machine is located in dryly wind with an average speed مقدارها 10 متر find the following، اوجد التالي. بحكي لك كم عدد الساعات، سؤال اول how many hour خلال السنة يعني per year is the wind below the cut in wind speed يعني اقل من 4 متر لكل سكند. بكل بساطة من القوانين اللي احنا شفناهم
البروبابيليتي أن تكون السرعة أقل أو تساوي 4 متر لكل سكند هي عبارة عن 1 ماينس إي قوى ماينس باي على 4، تمام، مضروبة في الـ V السرعة اللي أنا بدي إياها اللي هي 4 على 10 اللي هي إيش؟ الـ average speed تربيع، تمام؟ اللي هي العلاقة اللي إحنا اتوصلنا لإلها، تمام؟ هاي وهاي، هاي في حالة أن السرعة كانت أكبر وهاي في حالة أن السرعة كانت أقل. الآن بكل بساطة، تمام؟ طبعا التربيع هون رح نوصل أنه هذا المقدار يساوي 1 0.1181. الآن أنا عشان أطلع قديش احتماليتها من عدد يعني الساعات السنة بضربها 8760 ضرب اللي هو 0.1181، وهذا إيش يساوي عندي؟ راح يساوي 1043.45. يعني تخيل انت انه 1034.45 ساعة من ساعات السنة اصلا التوربين الهوائي راح يكون عندك موقف، يعني السرعة لم تصل الى الكت ان سبيد اللي المفروض انه التوربين الهوائي يبدأ يتحرك عندها، تمام. الان السؤال الثاني بيحكي لنا انه how many، تمام، how many hour per year will the turbine أو the turbine be shut down due to excessive wind، تمام. الآن الموضوع أنه يعني كم عدد الساعات اللي في السنة اللي أنا راح أضطر فيها أوقف التوربين الهوائي لأنه وصل ل 25 أو لأنه سرعة الرياح وصلت ل 25 متر لكل سكند، وهي السرعة التي يجب عندها إيقاف التوربين الهوائي. بكل بساطة إحنا لما أخذنا القانون هون حكينا أنه probability أو احتمالية أنه تكون السرعة أكبر أو تساوي سرعة معينة هي إي قوى ماينس باي على 4 في V على V average. فالآن بكل بساطة بحكي أن probability أنه تكون V أكبر أو تساوي اللي هو 25، تمام، راح تساوي عندي إي قوى ماينس باي على 4 في اللي هو V اللي هي 25 على 10 تربيع. هذا بكل بساطة الناتج اللي موجود عندي هنا راح يساوي لي اللي هو المقدار التالي، سبعة فاصلة ثلاثة ثمانية ضرب 10 قوة ماينس 3. الآن بنفس الأسلوب بضربه في 8760 أساس أطلع الاحتمالية من السنة، بطلع أنه أنا بحتاج إلى 64.66، تمام، ساعات من السنة. يعني هذا المقدار ضربته أنا ب 8760 زي ما سويت فوق أني أوقف فيهن التوربين الهوائي، تمام. يعني عندي أنا 1034 ساعة تقريبا أو 1035 ساعة توربين لن يدور فيها لأنه سرعة الرياح بتكون فيها أقل من السرعة القادرة على تحريك التوربين، وعندي 64 ساعة فاصلة 66% راح أنا أضطر فيها أني أعمل إيقاف يعني قصري للتوربين، أنه أنا أوقفه بسبب زيادة سرعة الرياح. الآن السؤال الثالث بحكي لك how many كيلو وات اور، تمام، بير يير ويل بي جنريتد وين ذا ماشين از رانينج ات ريتد باور، تمام، انه كم هي القدره او الانرجي عفوا اللي انا بدي اولدها خلال السنه اذا صارت سرعه الرياح على الريتد سبيد اللي مقدارها 14 متر لكل سكند. الان خلينا نستفهم مع بعضنا البعض بس هنا عشان نشوف احنا شو بدنا نسوي.
الآن بما أنه التوربين الهوائي بوصل لعند الريتد هون، وفي عندي كت أو تثبيت موجودة عندي هون، معناته أنا بدي أحسب كالتالي، بدي أحسب احتمالية تمام وجود السرعة بحيث أنها تكون أكبر أو تساوي 14 متر لكل سكند اللي هي الريتد سبيد اللي موجودة عندي تمام، وأحسب عدد الساعات منها، وبعدين أنقص منها عدد الساعات اللي أنا بوقف عندها التوربين الهوائي، لأنه أنا لما أحكي فيه أكبر من 14 متر لكل سكند يعني أنا أخذت هاي القيم كلها، يعني حتى ما بعد الإيش 25، فلذلك أنا بدي أحسبها الآن وأطرح منها اللي هو مقدار عدد الساعات اللي بدي أنا أوقف عندهم التوربين اللي كان 64.66. الآن بكل بساطة هاي الاحتمالية شو تساوي؟ إيه قوى ماينس باي على 4 في 14 على 10 الكل تربيع، فهذا المقدار يساوي عنا 0.2145. الآن هذا المقدار لو ضربته أنا ب 8760 بتطلع عدد الساعات يساوي 1897.14 ساعة. تمام. الآن شو بدي أسوي؟ بدي أنقص من هذا الرقم 66 أو 64.66 اللي هي عدد الساعات اللي أنا بدي أضطر أوقف عندها التوربين الهوائي، لأنه أنا لما أحكي فيه أكبر من 14 متر لكل سكند معناته أنا حسبت من 14 وطالع تمام، بس أنا عندي حد عند 25 بدي أوقف التوربين يعني لن تحسب في خلالها، فناقص 64.66 بطلع هذا الرقم اللي هو 1814.48 أور لكل يير. فطيب الآن أنا بعرف أن قدرة التوربين الهوائي اللي موجود عندي هي 1000 كيلو وات تمام، 1000 كيلو وات يعني 1 ميجا. فالآن بكل بساطة أنا إذا بدي أطلع الإنيرجي شو بطلع؟ اللي هي باور ضرب التايم، وتساوي 1000 كيلو وات ضرب 1814.48 أور لكل يير. هذا المقدار بطلع معي اللي هو 1 ميجا و 814 ألف و 482.14 أو 0.48 تمام، كيلو وات أور لكل يير. وبذلك أنا استطعت يعني الآن أني أحسب الإنرجي كاملة، وأظن أن الفكرة اتضحت والأمور صارت واضحة، ويعطيكم العافية.